السلام عليكم الرياض ديالنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نعمل لكم واحد الفيديو على هذه الماكينات زونزون بلاك بول 8000، معروفه الدراري عندهم كيشكروها. واحد فيديو صغير عليها كما هي كتشوفوا، المعلومات ديالها هي هنايا شحال كتهز الشاره، كتهز جوج د البوبينات، فيها جوج البوبينات، واحده الغليط واحده الفينو. الروضامينتو ديالها كما كنشوفوا 5+1 اللي هما 6، والحمد لله توصلنا حتى بالقصبه ديالها بلاك بول، شي حاجه واعره بزاف القصبه ديالها. ولا هي خليكم معايا هكا خاي، بسم الله. كتشوفوا معايا الماكينه هي هادي، البوبينه ديالها اخرى هي هادي، ماكينة رائعة بزاف الصراحة، ماشي ديك ممكن دا بلاستيك ولا هادي، شي حاجة دوري يجي واعرة كما كتشوفوا معايا. وزونزون الحمد لله معروفة، شي حاجة غريبة. البوبينة ديالها الثانية اللي هي هادي كما كتشوفوا معايا، الخيط ديال 40 كدوز 260 متر، الخيط ديال 35، المهم المعلومات كاملة فيها. عندها البوبينة هادي ديال الفينو، شي حاجة مزيونة كما كتشوفوا معايا. ماكينة رائعة بزاف، الفران ديالها نيشان مكاينش اللعب، هي شي حاجة مزيونة الصراحة، مزيونة مزيونة. الثمن تاهو فيها مناسب بالنسبة للدراري اللي عيبداو، بالنسبة لبزاف د الناس. نشوفو القصبة ديالها، ثانية بلاك بول 4 متر و 20، قصبة سوس كاستين الصراحة. كتشوفوا معايا القصبة ها هي 4 متر و20، اكسيون ديالها من 100 حتى 200 غرام، خدمة ديال الراس ديالها هنايا مزيان كما كتشوفوا، قبضة الماكينة مسائل ناضية، الكربون ديالها مزيان. النص الثاني ديالها خراسي عندها بحال فوجي، هما كوبي ديال فوجي ماشي فوجي، ولكن شي حاجة واعرة، خراسي صغارين وفهاد اللون اللي ما كيتدراوش. عندها جوج الخراص، واحده هنا وواحده هنايا، والرزيه حتى هو كذلك في هذه الحقيقه، ماشي فحال عاديه يعني، خفيفه قاصله خفيفه ماشي ثقيله، ما عنديش شحال فيها من غرام هنايا، المهم قاصله خفيفه كما كتشوفوا. الكولتا ديالها شي حاجه واعره بزاف، والرزيه ها هو ماشي طوبولا قصح، وماشي هبريد، هذا سيمي هبريد نص نص. الدراري اللي تسمى مزيونة مزيونة الصراحة، كما كتشوفو هاهي، هادي هاهي، هادي هاهي، والماكينة ديالها هنا، هادشي لي كاين. ها الخراصي اللي قلتلكم، الماكينة ديالها هاهي. واللي بغاهم هما موجودين، ومرحبا بالجميع.